الحمد لله رب العالمين في كل وقت ومكان، أكرمنا بشهر الصيام وجعله مدرسة تعود المسلمين على الطاعة والإحسان. سبحانه وتعالى الملك الديان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يجازي على الطاعة بالغفران والإحسان. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله النبي العدلان، خير من صلى وصام ونهى عن الفسوق والعصيان. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فيا أيها المؤمنون الأكارم، إن من أعظم الدروس التي تعلمناها ونتعلمها من شهر رمضان الطاعة والامتثال لأوامر الله تعالى، وذلك في المباحات والمحرمات، حيث يمسك الإنسان عن كل المفطرات من شهوتي البطن والفرج بكل قناعة وصبر وتسليم، وهو لا يكاد يصدق نفسه كيف يصبر طول هذا الوقت على تلك الغرابس. في سائر الأيام لو تمر بعض الدقائق ربما على موعد طعامه لأقام الدنيا ولم يقعدها، ولكنه في رمضان يلتزم ويصبر 17 ساعة وربما حتى أكثر، امتثالا وطاعة لله سبحانه وتعالى. ثم يقنع المؤمنون المدمنون على كثير من المضار والمحرمات. هناك بعض المؤمنين هداهم الله واصلح بالهم وتاب علينا وعليهم وغفر لنا ولهم، يرتكبون بعض المحرمات كشرب الدخان، وهو من المحرمات، من المحرمات، نعم، أو شرب الخمور وهي من المحرمات، لكن في رمضان تراه ينقطع. حتى من تعود الخمر يوميا أو السكر تراه في رمضان يمتنع ولا يشتري ولا يشرب. هذا ربما يعني امتثالا لله سبحانه وتعالى. إذا فيمتنعون عن المضار والمحرمات كمعاقرة الخمر والزنا وشرب الدخان، وما ذاك إلا خشية من الله تعالى وامتثالا لأمره، مما يدل على طاعتهم لله رغم إصرارهم على المعصية في غير رمضان. ساعات واحد تلقاه سكين يوميا ما يسمعش، لكن وقت الشدة تلقاه عنده إيمان وعقيدة في ربي ساعات أكثر من الناس اللي مستقيمة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعلمون. رب يحفظنا وإياكم. كما دعا الله تعالى إلى طاعته والوقوف عند حدوده والاستجابة لأمره وأمر رسوله في كل وقت وحين، لأن في ذلك النجاة والفوز في الدنيا ويوم الدين، حيث قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. واعلموا أن طاعة الله ورسوله لها ثمار عديدة نذكر لكم منها ما يلي: اللي يطيع ربي ويطيع الرسول عليه الصلاة والسلام سوف يجني ثمارا كثيرة في الدنيا ربما قد لا يشعر بها،
لكنه سيتمتع بها. ومن ثمار طاعة الله ورسوله نذكر لكم أولاً استقرار الإيمان في القلب واستقامة الجوارح وخشوع الجوارح. قال تعالى: وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. طاعة الله تساوي الإيمان. ثانياً تحصيل الهداية. قال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. وقت الطيران يراقب واللي تمشي في طريق الهداية تهتدي، تكون مستقيم منضبط. وقال أيضا: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ثالثا: ينال المؤمن الذي يسمع ويطيع لله ورسوله الرحمة وفضل الله تعالى للدنيا والآخرة. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. رابعا: ومن ثمار الطاعة والإنابة مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. تطيع الرب وتطيع الرسول تكون معاه. نعم، شنو رايك يا مسلم انك في الجنة ترافق النبي؟ اي فضل هذا، واي خير هذا، واي مكانة هذا، واي درجة هذا. وذلك غاية المنى للمؤمن. قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اطيع ربي والرسول، النتيجة يوم القيامة أنك تكون مرافق لشكون؟ النبيين الأنبياء كلهم، والصديقين، والشهداء والصالحين الذين منزلتهم الفردوس الأعلى. اللهم أعطنا الفردوس الأعلى بفضلك لا بعملنا يا الله. وقال صلى الله عليه وسلم حين سأله رجل عن الساعة، جاء رجل سيدنا النبي قال: يا رسول الله واكتشف قوم الساعة. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ شنو اللي حضرت أنت للساعة؟ شنو هي الخدمة اللي حضرتها للساعة؟ شنو العمل اللي عملته للساعة؟ باش تستقبل الساعة وتسأل عليها، ما أعددت لها؟ فقال: يا رسول الله، ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة. قال له: أنا ما عنديش برشا صلاة وبرشا صيام وبرشا صدقة، نصلي صلواتي العادية ونصوم شهر رمضان ونتصدق باللي نقدر. هيك اش حضرت؟ قال له: لكن عنده حاجة أخرى السيد هذا. قال: ولكني أحب الله ورسوله. أو الطاعات والعبادة والعمل شوية، أما عنده حب كبير للنبي صلى الله عليه وسلم ولله. قال: ولكني أحب الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم: فأنت مع من أحببت. قال: أنت مش تجي في الجنة مع الناس اللي تحبهم، ما دامك تحب ربي والرسول فستكون مع الرسول إن شاء الله تعالى. يقول الحب الرسول حب عملي مش حب قولي، خاطر من لساني كنا نقولها. اي واحد يقول لك انا حب الرسول، اما اعطيني الحب العملي، الحب الفعلي، الحب اللي هو تصرفات اقتداء اهتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم بسنته بتعاليمه. خامسا من ثمار طاعه الله ورسوله أن ينال الطائع محبة الله تعالى وغفران الذنوب. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه لولا كتب الرسول ربي حبكم ويغفر لكم ذنوبكم. هذه ثانية: والله غفور رحيم. سادسا: ينال الطائع الفوز في الدنيا والآخرة.
قال تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون الناجحون الرابحون الكاسبون. سابعا: ينال الطائع نعيم الجنان وحسن الختام. قال تعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة. أمة محمد كلهم يدخلون الجنة، هكذا قال سيدنا النبي، إلا من أبى. سيدنا النبي قال: مش اللي ما يحبش، الكلكم تدخلون الجنة، مش اللي يرفض. نقول له: يا ولدي ايش تدخل الجنة؟ يقول: لا أنا ما نحبش، أنا ما نحبش الجنة بتاعي، خليه هنيك. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.